اسمي فيليب زيادة، أنا لبناني أمريكاني وبكون الـ CEO والـ Founder لـ Growth Holdings. في تغيير بالإمدادات على تسلا فيلت بيكلفنا مصاري زيادة. هاي الكورنر تعش مش كتير بشعة، وبتعمل له ليستة فيهم كلهم. ضليت راكد، أنا طلعت لبرا عيطت له، وقف أخذ على المستشفى. The millions gonna be class B stocks. Because I know you're not gonna lose money, you never have. وهيدا النجاح جذبني، حبيت أعمل شيء أتطور أكتر. Thank you for calling Growth Holdings. This is Rebecca. How can I help you? تركت لبنان، كان عمري 21، جيت لأتعلم بأمريكا. ما كان معي قصة الجامعة، كان عندي قصة سيمستر واحد وكنت مجبور دبر حالي. بقى انجبرت اشتغل، وكانت كتير صعبة يعني تتعلمي وتشتغلي بلد بعدتي عن أهلك. نحن مجتمع كتير معودين على بعض، تكون قراب من عائلتك من أهلك، كل عمرنا ربينا هن بيهتموا فيك. هلأ فجأة صار أنا بدي اهتم بحالي، وصار بدي اشتغل واتعلم بنفس الوقت. كانت كتير صعبة، بس اليوم بتطلع عليها لورا بحبها. You got it. I will do that. And yes. I like the fact that you can put the million in through an affiliate. No, no. The million is going to be class B stocks. So the million will not get a return on investment on that. So they just, it's a security for the fund. But then we'll get the class C, the 5 million will be treated like the other class A, like the 10 million. So does the 1 million get invested? أنا أول واحد جيت على أمريكا، بعدين إجا خليل الصغير وباتريك. بعد 7 سنين لأخذ فيزا رفضوه أول مرة وتاني مرة، ضليت 7 سنين ما شفته. وبس وصل باتريك، هيدا الحلم اللي تحقق. حسيت بالكمال كعائلة، حسيت بقوتي، حسيت بكأنه اكتمل جسمي، ومن هنيك بلش عن جد النجاح الحقيقي. بتذكر في تخبرني تلفلي تخبرني عن شو عم تقطع انت ونيكولا سفير صاحبك اللي جيت معه ومع ابن عمي، وكيف تدرس كل النهار وبالليل بتروح بتضلك بالمعمل للساعة 5 الصبح. كنت قفل كل اسبوع، كان نيكولا معه بيسيكلات يفشخ علي بالبسكليت، يعني هو يروح بالبسكليت على الجامعة، أنا راح ماشي، يصير هو يبرم حوالي وأنا ماشي بالسقعة. بيطلع غوار العام روح على نص العصاف، شيء إنه فوت مثلا يجيني تليفون خربت شيء محل بالشركة، اركض اترك الصف واركض روح ارجع. يعني أنا وصلت لهون كنت مطور الليل، ارجع غبرة. كان جوزيف يقص على المنشار وفيليب يرشر له مي بالقنينة. لا انا وصلت كان ما كان عنده المنشار هذا اللي الاوتوماتيك. وصلت كان كل شيء سيت اب، بس بعدني في اول. انا ما جيت على امريكا ب 2003، جيت جولاي 3 بعد في جولاي 4 العيد الاستقلال الامريكاني. بقى جيت انا جولاي 3 وعيد بالفورث كله فرقاعه وكذا وعالم وفي حدا عم يشتغل. انا قلت شو هيدا، انه فيغاس كلها هيك، انه كل يوم هيك بيرد ارتيفيس وما عارف شو. اكتشف تاني يوم غشوه، افتكر انه كل يوم فرقاع وهيك. بال 2008 وقت انضرب السوق بامريكا، صرنا نحن نشتري هالبيوت من البنوك بالبنوك بعدد كبير، ونجحنا كثير بهيدا الدومين بهالفتره، وحتى عملنا رانكينج بامريكا. يعني كنا نمبر 1 بنيفادا باي ذا وول ستريت جورنال، حتى نمبر 13 بامريكا كلها. اليوم عن جد نهار جحيمه، هذا البيت اللي عم ببيعه نهار صعب. يا حوالا انت عم تحكي، هلا عنا 3 ايام وباب عم بدق لي منشان رد عليه. هي باب، ما تزعلنا يا باب. Yeah, that's totally fine. جاي براين ليبو هلا بعد شوي. اوكي باب، ثانكس. باي. شو هيدا بقى سين كرو؟ هيدا ذيس از، هيدا البيت اللي بده يشتريه ستيف وين. هلا عم نخلصه، سو هالكينة. بس انت انتبهوا من ستيف وين، هي نوز وات هي وونتس، يعني بيعرف شو بده ونيقه، وعنده تيم حواليه يعني بده يفلوه للبيت من فوق لتحت. ونحن وي هاف تو بي وان ستيب اهيد، يعني بدنا نكون احسن منه. يعني بدكم تكونوا حاضرين
لانه رح يجوا جيش نهار الثلاثاء جيش بيجوا بيفحصوه. هلا ما هو بدنا نركز لانه خليل انت رح انت مستلم هيوستن بس إيه. كمان في اشياء هون ناقصتنا يعني هون بدنا نكون كمان في هيوستن واير بي ام بي هون و... Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to Frico. Happy birthday to you. Unfuch. Thank you, guys. I cannot even turn off the candles. This is how my life is on fire. وهيدا النجاح جذبني، حبيت اعمل شيء اتطور اكثر. وهون اجت فكره انه ليه ما ببني كوميونتي مع تسلا، وما انا بجمع كل التيم عندي بنقعد بالكونفرنس روم بحط المحاميه حدي وبقول لهم هلا بدنا نحكي مع تسلا، زبطنا كونفرنس كول لخبرهم شو بدنا نشتغل معهم. وانا واثق من نفسي قاعد مبسوط قدام التيم تبعي، الدنيا مش ساعدتني، نقعد بطلع على التليفون مع تسلا دقيقه ما اخذ الدقيقه عم خبرهم بعد ما خلصت بيقولوا لي وير نوت انترستد. كانت صعبة اقدر اتواصل معهم. لا رحت عند الماير هون بلاس فيغاس وحكيت مع الماير وقلت له اذا انت انا بدي ابني هيدي، عندي هالفكرة بدي ابني اول كوميونيتي من هيدا النوع بالعالم وما بدنا اياها تكون عندنا بمدينتنا بفيغاس. تحمست هي كتير ورحنا انا وياها سوا عند الجوفرنر وخبرت الخبرية للجوفرنر وقلت له كل شيء بدي منك تقعدني معهم. انا وفايت شفت قريت على البناية من برا شو الميشن ستيتمنت تبع تسلا، وكانت الميشن ستيتمنت تبعهم how to accelerate the world transition into renewable energy، يعني كيف بدنا نسرع التحول بالعالم على الطاقة المتجددة. أول جملة قلت لهم إياها قلت لهم أنا قريت الميشن ستيتمنت تحت عندكم أنا وفايد بس عندي سؤال لكم. قال شو؟ قلت لهم كيف بدكم تعملوها؟ قلت لهم أنا رح ساعدكم. قال كيف؟ قلت لهم نعملها one community at a time. وبس خلصت جملتي كانت هاي الجمله الوحيده كان لازم اقولها، بس خلصت جملتي هيك بلش الشغل معهم وتطورنا وصلنا للي وصلنا له اليوم اللي احنا عم نبني اول لايف ستايل كوميونيتي من هيدا النوع بالعالم. الو هاي فيليب هاي زياد كيفك؟ منيح كيفك انت؟ ليك عم تلفن لك دقت لي النت من تسلا في تغيير بالامدادات على تسلا فيليج وبدي يكلفنا مصاري زياده. بدي اشوف اذا انت فاضي اذا فيك تلاقيني على المشروع لنحكي بالموضوع ونشوف نلاقي له حل. يعني انت هلا هونيك؟ انا ايه هونيك هلا يعني واصل بدي دقيقتين. يلا اوكي انا راح لاقيك، بدي 10 دقائق ربع ساعه بكون عندك هلا. ويل جو اوفر. اوكي حبيبي. اوكي يلا يلا سي يو سون. باي. هون المشكلة معها بالنت. الفكرة هي انه نحن عم نخلق لايف ستايل. اليوم بطلنا عم نبيع بيت مثل مفهوم انه الواحد بيشتري بيت، نحن اليوم عم نبيع طريقة حياة، طريقة المعيشة تبعي كلي هي بين البيت بين سيارتك بين الكواليتي تبع الهواء بالبيت، قديش الهواء نقي كيف منغيره، شو بتاكلي، حتى كله بقلب هالكوميونيتي. سو نحن صرنا اليوم عم نبني طريقة حياة، طريقة معيشة، كيف انت بتعيشي مع كل هالتكنولوجي اليوم متوفرة بين ايدينا. فحكيتنا النات عم تقلي عن الامدادات على الجيت لانه ما موجودين على الخريطة وقال من مسؤوليتنا بتكلفنا 80 ألف دولار.
فقلت له انا نو واي. بس على شو من الجيت بتفوت لوين؟ على 27؟ من الجيت بتفوت على 27 وعلى 24. كل الفايبر اوبتيك يعني دي وانا كونكت لفوق للراس لفوق. ايه بس ما هي المشكله عندنا اياها قدام ان في انرجي عاطينا والخرايط مش عليهم بيرميت من ان في ان 100% 100%. هي عم تقول انه لا مع خرايطنا منهم موجودين وعلى خرايط ان في انرجي منهم موجودين. بس قلت لها انه موجودين. يعني كيف اخذنا بيرميت اذا من موجودين بيلدينج بيرميت؟ بدي حمل المسؤوليه لانه هن عملوا ريفيو على البلانز وهن دي ابروف دم. هن قبلوا الخرايط قبل ما نبلش بالمشروع. هذا البيسمنت تحت على 24. هذا 24 وعندك هون 20. هو اصلا مال فيو من هون. ايه شايف جاد رائع. هي اصلا هي اللات فوق احلى اثنين. انا فوقتني هول اثنين لاتس اللي فوق بدي اقسمهم اعملهم بيتين. لازم واحد كل واحد 10000 نبيعه دغري طبعا. هيدي اول لايف ستايل كوميونيتي عم نعملها نحن. سو بتبلش من تحت وين بتشوفي هونيك التراكترز هونيك والماشينري من تحت all the way بتطلع لهون وبتطلع لفوق على راس الجبل لفوق. كل هيدي it's the first positive energy community in the US. من صنع فيها الطاقة أكثر مما بنستعمل ومنحطهم بتسلا power packs batteries لبعدين نرجع نبعتهم يا على الجريد يا منقسمهم بين البيوت. وهيدي رح تكون اول كمان اوتونومس درايفنج. هون السيارات بيسوقوا لوحدهم. انت بتطلب سيارتك على التليفون بتجي لعندك بتاخذك الشاتل تبع الكوميونتي. سو اتس ريلي نيكست جينيريشن. يعني هيدي رح تكون اول مدينه من نوعها بالعالم عاملينها هون وبيجي معها كل التكنولوجي واكيد باورد باي تسلا وان بارتنرشيب مع تسلا. سو هيدا هو المشروع يلي نحن اليوم هيدا بلشنا فيه تنفيذ. في الفيس مشروع الثاني هو ثاني ميل من المدينة ببلش بعد 3-4 شهور. Good morning, everyone. Let's get straight to the breaking news. Harvey provoking an unfolding flooding disaster in America's fourth largest city, Houston, Texas. This is really a triple threat storm as it heads in, and it looks like it's going to make landfall probably. نحن اليوم متجهين على هيوستن لنشوف وين صار مشروع إعادة أعمار هيوستن. سو هيدا هون الحي كله كان كله 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 مي. ما كان في حدا. نحن بنجي بنشتري كل الحي وكل الطريق وبنصير نظبطهم بيت ورا بيت. هيدا هون بيت كمان كان كله مي، هيدا زبطناه وحطيناه ونبيع. هيدا هون بيت بعد ما زبطناه هلا رح نفوت عليه. بتشوفوا كيف كانوا البيوت، قديش كان في خراب بالاعصار يلي صار وبالمي اللي فاتت على البيوت وخربتها كلها. خلينا نفوت نشوف انا وياكم. يلا صوت نورمال والله بعدهم كابينت هون. ايه بس فيهم مي. ليك هذا بس هذا الدرج هون شفته. غريب كيف وصلت المي لهون. مثل ما عم تشوف هون هالدمار اللي صار بالمي بهيوستن. هيدا الدمار شمل 350,000 بيت. يعني تخيلوا 350,000 بيت تشردوا منه عيالهم، بدو يلاقوا محل يروحوا، ما في محل يروحوا عليه. وهيدا الشيء اللي استفزنا. يعني نحن وقت كنا قاعدين بفيغاس وشفنا هيدا الشيء، شفنا فيه اكيد شق عملي قلنا، بس كمان شفنا فيه اللي استفزنا اكثر هو الشق الانساني، انه نقدر يكون قلنا ايد باعاده اعمار هالمدينه يلي ضربها هالاعصار اللي خرب الدنيا. مش بس العالم بهيوستن، كل الامريكان كانوا موجودين وكلهم اجوا لهون ليساعدوا ليقدروا يزبطوا ويساندوا بعضهم ويوقفوا حد بعضهم. الإضافة عليها كان إنه كيف هالبلد بتشوف إنه الحضارة هون ما إلها دين، بس بيطلعوا عليها إنه الحضارة هي ثقافة إنسانية بيصب فيها الدين ليعطيها قيم وأخلاق. وقت اللي بيصير شيء مثل هيدا كله بينسى مشاكله بحطها على جنب
وبيكون كأنه هن عائلة واحدة، كأنه بيت واحد وعائلة واحدة. وعن جد جينا لهون حسينا كأنه المدينة كلها عائلة واحدة، وهيدا اللي صار. We also want to thank you, every one of you, for be part of what we are doing and do the hard work and finishing on these jobs, and especially getting in and out quickly. We want every job, we want the turnaround to be very quick so we can fix as much as we can, as quick as we can, and put these houses back on the market. Good job. Thanks. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. بس هيدي منا ايه هيدا خليص؟ ايه تعا هون فرجينا شفتها هون؟ فوت كيف بفوت على البيت عادي. هاو الديتيلز هون هيدا هلا هون شو الوضع؟ هون منيح مش عاطل، هونيك في البيسبورد هون الفاير بلاي شفتها حلوة هيدي طلعت مع الستون. لا كلها بتحسي بنجاحك بس تقدري انت عم تشتغلي تحسي حالك عم بتساعدي. وهيدا مشروع هيوستن هيدا اللي حسسنا اياه، انه نحن مش بس عم نشتغل وعم ننتج، نحن كمان عم نساعد نرجع نبني هالمدينه يلي خربها الاعصار. معطيات النجاح لتنجحي هن التواضع والقائد الخادم، لأن نحن إذا بنفتكر حالنا بنعرف كل شيء بنفشل. نحن بهيدا الكون قد حبة الغبرة ما بنعرف شيء. إذا عنا هيدي القناعة وعنا القدرة على التعلم والسمع بننجح. We wanted to connect minds so we can create new product and create the future. لتقدر تنجحي بدك تقدر تبتكري شيء جديد، يعني المعلومات والمعرفة بعصرنا اليوم ما بيقدوا. إذا ما عندك هالقدرة على الابتكار وتحطي الطاقات الفكرية المختلفة لنتقدر تبتكري شيء جديد ما رح تقدر تنجحي. بمعنى النجاح الكامل الكبير والقوي بدك تكوني تبتكري. سر النجاح والإحساس فيه بكماليته هو بس تعطي وتساعدي، وهذا شيء اكتشفته أنا شخصياً. العطاء هو بقرارات صعبة، بخبرتك، بوقتك. يعني أنا بحب لبنان، قرار إنه نرجع نستثمر بلبنان بحد ذاته عطاء. وينو نمر الأسمر بيقوم على بكرة مكسر الدنيا على الشغل؟ والله من أمس على ست شغل بيب على أربعة بيرثدي جيفت تبع خليل. قصة كبيرة هيدا تطلع لك كادو من خليل. يعني شيء مهم حبيبي. تعال تخبر خبرية. لا بس عن جد. لا روح شوف في أمور توضح. أنا مش شايف أجيب له كادو لفي باتريك عايده لأربع سنين لورا. أنا هلا وعدته إنه أجيب له كادو. وعدته. المهم آخر أربع سنين أنا كل سنة أجيب له كادو، جبت له أحلى كادو ما بيبيعه وما بينسيب حياته. ماما أخبرني قد مزاكي بينسى. في ليل آخر أربع سنين جاب لي آخرتي. وفيليب على طول بيجيب لي بس ما بيوصله. بس ان شاء الله هالمره وعدني على الكاميرا لنشوف. سر نجاحي هو اخواتي. لو ما كانوا بحياتي اكيد ما وصلت لهون. بس قول اخواتي مش بس باتريك وخليل، باميلا اختي كمان انا على طول بسميها الجندي المجهول، لانه باميلا السبورت تبعها كتير كبير بحياتي انا الشخصيه. وهي العلاقة يلي ربينا عليها بالبيت، العلاقة يلي هيدي المحبة ورثناها من أهلي، يلي هي أغلى شيء ورثونا إياه هي المحبة وهالعلاقة يلي على أساسها بنينا كل شيء عنا اليوم. ليك فيليب تتذكر هيدي مش مصائب قوم عند قوم فوائد، وشي هيك قريب عليها. وقت كنا صغار عم نتخانق مرة، ما بنسى أكيد أنت ما بتنسى كمان لأنه بعد العشرين قطبة بزندك. بس كان كل ما اتحمم بتذكرك. كان البابا مركب ماسكات هيك مروسين كانوا ستايل هذا، وكان فيليب لحقني بده يضربني وراكد وراي. فيليب بقى انا راكد وعم بضبش الباب وراي لما يقدر يلقطني، بيقوم فيليب راكد الباب عم بسكر هيك وهو راكد علق زنده هون بالماسكه وفات فات كله علق هيك لتحت وطلع كله هيك من هون
دم وما بعرف شو. كان البابا نزل على الباركينج وفالل، ضليت راكن. انا طلعت لبرا عيطت له لبي وقف اخذ على المستشفى. بس ليش عم خبر خبريه؟ لانه وقتها انه انا شو بدي اعمل ويدل انه ملا مصيبه على فيليب. بعدين صار فيليب بس يلبس نص كم كل البنات يعملوا له كومبليمان عليها، بتعرف مبين رجال هيك يعني من هول لانه اجريسيف. اول ما جيت اول ما اجيت على امريكا اكل سكين بمشكل واو. صار من ورا نو اول ما اجيت على امريكا يسالوني انه هاي من شو، انه هاي بالحرب، انه هاي بالحرب مقوص وما قبلت، كملت للاخر. بقى انا هيدي يا خيي طالما جبت لي كادو عيدي، هيدي هديه مدى العمر لك حبيبي. ميرسي. شو عطتني امريكا وانا شو اضفت لامريكا؟ امريكا عطتني شقين، يعني اذا بدي اقسمها الشق الشخصي والشق العملي. بالشق العملي عطتني كل شيء، كل النجاح اللي عندي عطتني اياه امريكا. بالشق الشخصي يلي انا بحب احكي عنه، امريكا انا ربيت ببلد بيحطوا الدين على التذكره. وبس وصلت على امريكا شفت انه كل الناس من وين شو ما كان لونك، شو ما كان دينك، من وين ما انت جاي، شو ما كان عمرك، كل العالم عندها ذات الفرص وعندها ذات نفس الحقوق.